السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. عروض اليوم الوطني في الباسم إلى 23 سبتمبر، ويشمل الفرعين، هذا فرع الدائري الجنوبي ويشمل فرع حي الياسمين على طريق أنس بن مالك. عروض قوية جدا، لذلك العروض والأسعار والأصناف سنابات القادمة. شوفوا يا جماعة كميات المياه هنا والكميات مفتوحة، الشدة كاملة 20 عبوة بسعر ريالين و94. هلا لحنا وين؟ حنا في الباسم، ويشمل الفرعين إلى 23 سبتمبر. يا جماعة أكياس الطحين اللي هنا 10 كيلو لجميع الاستخدامات، معجنات، فطائر، بيتزا، الخبز العربي، ما اختلفنا في هالأمر. الفوم والمطاحن الأولى 10 كيلو بسعر، هذا هو السعر قدامكم، 4 ريال و94 هلا له إلى 23 سبتمبر. شوفوا يا جماعة الزيوت اللي هنا وحدوا السعر على جميع الأنواع اللي قدامكم، كل عبوة لتر ونص، للعلم العبوة الشفافة الأكثر طلبا، حياة، مها، زهرتي، جميع الأنواع اللي تشوفونها قدامكم بدالة 9.5 ريال كسعر قوي، عرض فوق العرض بمناسبة اليوم الوطني، 7.67 ريال هلا له في جميع فروع الباسم. جماعة البفك اللي هنا كل كرتون بداخله 12 عبوة، في من 3 أنواع، بكم تاخذونه؟ بالعادة 11 ريال ونص، عروض اليوم الوطني في الباسم مختلف الوضع، هالكرتون 4 ريال و94 هلا لا. شوفوا يا جماعة كراتين المعجون الطماطم اللي هنا أقل سعر، هالربطة بداخلها 8 حبات وكميات مفتوحة للجميع، عروض الباسم لليوم الوطني وش يقول؟ بدال العرض القوي دائما نسمع 7.5 7 ريال. هنا الوضع مختلف، 5 ريال و94 هللة، سواء هذا النوع أو هذا النوع، وكل نوع داخله 8 عبوات، وهذا السعر قدامكم، يشمل فرع الدائري الجنوبي وفرع حي الياسمين وكل الفروع في الرياض للباسم. شوفوا يا جماعة السكر اللي هنا 5 كيلو راسخ 15 ريال و94 هللة، الأسرة الناعم 17 ريال و94 هللة، للعلم تقدر تاخذ إلى 3 أكياس من راسخ أو الأسرة. حنا في الباسم وعروض اليوم الوطني إلى 23 سبتمبر. شوفوا يا جماعة أنواع الأرز حاطين لك أغلب الأنواع، أبا أختصر لكم في 3 أنواع. أول شيء أبدأ برز فاضكو 5 كيلو 17 ريال و94 هلا لا. هنا أيضا رز راجع 5 كيلو 20 ريال و94 هلا لا. أبو كاس لكل الناس موفرين لك 5 كيلو 33 ريال و94 هلا لا، وعروضهم مستمرة إلى 23 سبتمبر. تقدر يا سلام بهالأسعار القوية تقدر تاخذ من كل نوع 3 أكياس كحد أقصى، كريمين ما هو بحبة. أطقم الأكواب اللي هنا هذه بالتحديد، طقم 4 أكواب 3 ريال و94 هلا لا، ولا انتهينا. هنا طقم كاش وطقم بلاش، الطقمين هذه الأكواب اللي تشوفونها قدامكم ب5 ريال و75 هلا لا، طقمين طبعا. شوفوا يا جماعة أفران الهولوجين اللي هنا طبعا في عدة خصائص، في 5 وظائف للطهي، تحميص، السلق، الشوي، القلي، في عدة مواصفات يصعب علي أني أذكرها كاملة. سعرهم القوي وش يقول في فروع الباسم إلى 23 سبتمبر تأخذونها ب69 ريال و94 هلا لا. شوفوا يا جماعة التقديمات اللي هنا ما تأخذون حبة، تأخذون حبتين من نوع واحد أو منوع، الحبتين مع بعض ب5 ريال و75، ما هو بهالنوع فقط، في عدة أنواع، فيه المراية وألوان وخيارات، في حتى الأشكال اللي هنا بعد مراية حبتين ب5 ريال و75 هنا ومكتوبة قدامكم، حتى الأشكال التراثية اللي هنا حبتين ب5 ريال و75، الكبير هذا الحجم الحبة ب5 ريال و75 هلا لا. تشوفون الترامس اللي هنا كل ترمس حجمه لتر ويجي منه عدة ألوان، هذا هو، عطني إياه، وضغاط الأكثر طلبا، سعره عندهم بكم؟ ب11 ريال و50 هلا لا. بالنسبة للترامس الضغاط اللي هنا هذه ألوانه، عينكم على لون القزاز اللي داخل، أبعطيكم معلومة، هذا يحفظ لكم إلى 8 ساعات، سعره عندهم 11 ريال و50 هلا لا. من الأسعار الثابتة عندهم اللي هو البيبي جوي الجامبو بوكس، الحجم الكبير، جميع الأرقام موجودة، السعر الثابت اللي عندهم بسعر 89 ريال و99 هلا له، للعلم هذا قسم العناية متكامل في فروع الباسم. أكياس البراسيل معروف طبعا فيها الغسالات العادية والأوتوماتيك، 5 كيلو بسعر بدالة 69 44 ريال و94 هلا له. شوفوا يا جماعة يقول لكم الكميات مفتوحة، وأنا أسأل عن الكميات قبل. هنا مناديل مرح طبعا بداخلها 10 عبوات وكل عبوة 200 منديل بسعر
6.94 ريال هللة، وخذوا الكميات اللي تبون في فروع الباسل. بجمع أكياس السفر اللي هنا المفارش هذه بداخلها 50 مفرش ومكتوب قدامكم حبة كاش وحبة بلاش، الحبتين مع بعض ب5.75 ريال. هلا ما يقتصر على السفر، حتى أكياس النفايات تكرمون 30 و50 و70 حبة، والثاني مجانا ب5.75 ريال. هلا فجمع المناديل المبللة بكم تأخذونها؟ أنتوا عارفين أسعارها، هنا سعر قوي، كل عبوة بداخلها 120 منديل، فيه النعناع، فيه الورد، فيه الياسمين، فيه العادي. هالعبوة في الباسم 1.94 ريال. هلا لا، هذا السعر قدامكم. فجمع الطاولات اللي هنا الجيكارو 3 ألوان، يجيكم مع كامل مرفقاته، أنتوا عارفين أسعارها بكم؟ سعر الباسم وش يقول؟ إلى 23 سبتمبر. تبون اللون الأسود، اللون الأبيض والرصاصي 11.50 ريال. هلا لا، لعبة الهبة يا جماعة هذا حجمها يعتبر حجم كبير ب11.50 ريال. هلا لا، و3 ألوان اللي يبحث عنها موجودة أيضا مع كامل مرفقاتها والألعاب. الأحذية الشرقية سواء الأصبع بدون أصبع السعر فيها ثابت 23 ريال. وبالمختصر أغلى شيء عندهم في قسم الأحذية من الرجال النساء الشوزات الولادي البناتي 23، فيه 5.75 ريال، فيه 11.5 ريال، فيه 17.5 ريال، فيه 23. شوف اجمع اللحافات المستوردة اللي هنا 12 قطعة، طبعا هذه نفرين 12 قطعة، وسعر قوي جدا وبيفكها لكم حتى تشوفونها. طبعا هذه كانت 225 ريال، يجيكم 12 قطعة. حاليا عندهم عرض في الباسم مع كامل مرفقاته بسعر عندهم 114 ريال و94. هلا يجيكم دورين، الدور اللي فوق وهذا الدور الثاني، وزي ما ذكرنا 12 قطعة ويجي منها عدة ألوان ب 114 و94. هلا للعلم هذا المفرش بعد ما فكوه 12 قطعة حتى الشباشب معه 12 قطعة نفرين ب 114 ريال و94. هلا فقط، ويجي منها عدة ألوان، هذه ألوانه. المفارش اللي هنا 4 قطع نفر ويجي منها عدة ألوان ب 34 ريال و94. هلا هذه ألوانه بالتحديد. فجمع قسم المفروشات اللي هنا الدعاسات بلا استثناء خاصة هذه الطاولة، حبة والثانية مجانا، أي دعاستين ب 5 ريال و75. هلا فيه المشجر، فيه السادات، فيه الملون، فيه المودرن، الحبتين ب 5 ريال و75. هلا شوف اجمع الجوارب تكرمون، الشرابات هذه تقريبا فيها 4 ربطات، كانت الربطة هذه لحالها 5.75 ريال، هنا درزن الآن كامل ب5.75 ريال، فيه الملون، فيه السادات، فيه أيضا الألوان اللي هنا ب5.75 ريال، فيه التشكيل اللي هنا البناتي الولادي كلها على 5.75 ريال، هذه الشدة 12 حبة تقريبا ب5.75 ريال إلى هنا بالتحديد. فجمع البربتوز اللي هنا الهاي بيبي طبعا يجي من عدة ألوان ب1.50 ريال. هلا حتى التنورة اللي هنا البناتي المواليد 1.50 ريال. هلا لا، ويجي منها ألوان. فجمع ملابس تشين اللي هنا هذه الطاولة كاملة، الجميل ان السعر موحد 11.50 ريال. هلا في شيء داخله فرو، في شادات، فيه ايضا فساتين، في بلايز 11.50 ريال. هلا تشوفون عربيات التسوق اللي هنا الجميل جدا، كفرات متحركة، استان ايضا طلوعها للدرج بشكل سهل، في سحابات من الجهة الخلفية ايضا، ايضا تقدرون تفكونها تعبونها بشكل كامل، يجي من خيارات في الالوان، سعرها ب28.75 ريال. هلا لا هي بحبة ولا 10، كميات كبيرة. تشوفون الفرق بين الاثنين، الحجم الكبير عليه سعر قوي، يعني الحجم الكبير بسعر الحجم الصغير. عندكم المباخر اللي تشوفونها قدامكم الخشبية أيضا يجيكم بهالطريقة بسعر كم في الباسم 11.50 ريال. هللة، وخذوا الكمية اللي تبوه، هالمبخرة الهرمي ب11.5. واجمع خيارات الأقمشة هنا بأقل الأسعار، عينكم على قماش السهرات اللي هنا فساتين، هذا بكم تأخذونه برا؟ أنا ما بسعر برا، سعر هنا قوي للمتر ب11.50 ريال. هلا لو في خيارات كثيرة جدا، وفي عندهم ب5.75 ريال للمتر، وفيه 11.5 ريال، لكن الجميل جدا عندهم ان اغلى قماش عندهم 11.50 ريال. هلا لو خذوا الامتار اللي تبون، ايضا عندهم اقمشة اليوم الوطني سواء السادات او الملون، المتر 11.5 ريال في الباسم. يكون هذا الفرع الضخم يصعب علي اني امر عليه كامل، كل احتياجات الاسرة بلا استثناء
تحت هالسقف. الباسم تنوع في الأقسام من المفروشات، من المواد الغذائية، من الأواني المنزلية، من المنظفات، من العناية، من الكماليات، من الأشجار، من الأواني، من الأثاث، من الأقمشة المدرسية، الملابس، الأحذية. يصعب علي أني أذكر كل شيء. فعلا فروعهم ضخمة، أقسام متنوعة، وكل فرع نفس الأقسام، وأسعارهم زي ما تشوفونها من لحظات. الله يوفقنا وياكم. كثير يبحث عن السفر البلاستيك، موجودة هو بالمتر. اليوم العرض يختلف، متر والثاني مجانا، مترين ب5.75 ريال، سواء الملون أو اللي يحبون السادات، كلهن المترين ب5.75 ريال. هلا اللي يبحثون عن سفر الطاولات أو المفارش بهالنوع، فيه الذهبي وفيه الفضي، ما تأخذون متر ولا مترين، ثلاثة متر، أي ثلاثة متر ب5.75 ريال. هلا صورناه من لحظات. البيفك الكرتون يجي منها أربع أنواع، أي كرتون تختارونه بداخل 12 حبة، 4.94 ريال. هلا في عدة أنواع زي ما نلاحظون، نشوف الكميات تنزل عندهم باستمرار، دينا كاملة.